Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati al-mushahidun, as'adakum Allahu awqatakum bi kulli khair. Walhamdulillah, naltaki ma'akum marratan ukhra fi barnamij at-ta'lim al-maftuh fi madat fiqh al-ibadat. Al-mushahidun al-kiram, fi hadhihi al-fursati at-tayyibah nuridu an natahaddath ma'akum fi mawdu' al-wudu'. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء أيها الإخوة الكرام بناء على هذه الآية هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة أو إيصال الماء مع النية إلى أعضاء مخصوصة بدءا بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وتكون النية عند أول جزء من الوجه. أيها المشاهدون الكرام، للوضوء أركانه التي لا يتم الوضوء صحيحا إلا بها وهي كما يلي: النية، غسل الوجه من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى ما أنحدر من اللحية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، مسح الرأس كله أو بعضه، غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم الترتيب. إخوتي المشاهدون، بعدما تحدثنا عن أركان الوضوء ننتقل إلى نقطة أخرى ألا وهي سنن الوضوء. والذي يقصد من سنن الوضوء أيها الإخوة الكرام هو ما يطالب فعله إضافة إلى أركان الوضوء، ومن أهم سنن الوضوء سنذكرها باختصار: أولا، التسمية في ابتدائه. ثانيا، غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالها أو قبل إدخالهما الإناء. ثالثا، استعمال السواك. ورابعا، المضمضة والاستنساق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، ثم تخليل اللحية الكثيفة ومسح جميع الرأس وتخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء وغير ذلك إلى التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء، كما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيها الإخوة الكرام ويا أيها المشاهدون الأحباء، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي نواقض الوضوء. فالوضوء يكون منتقضا بخمسة أشياء: أولا، كل ما خرج من أحد السبلين أو من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو ريح. قال تعالى: لو جاء أحد منكم من الغائط. ثانيا، النوم غير المتمكن. والتمكن أيها الإخوة أن يكون جالسا ومقعدته ملتصقة بالأرض، وغير التمكن أن يكون هناك نجاف بين مقعدته أو نجاف بين مقعدته والأرض. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. ثالثا، زوال الأكل بسكر أو إعماء أو مرض أو جنون. رابعا، لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه ووضوءها. خامسا، مسح الفرج نفسه أو من غيره.
kubulan au duburan bi batinil kaffi wal asabi min ghairi ha'il. Ayul musyahidun al-kiram, naktafi bi hadzal qadar wa natamanna al-liqa' ma'akum bil istifadatil mustamirah fil halaqatil qadimah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salawat dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.